نعم دنيا. هذا اللي مورانا شنو؟ هذا العدول. يعني شنو؟ الزواج. يعني المينوط. معقول. ولا بغات تنط لي مزيان الا بغيتيني نقبي على الزواج ديالك؟ عندي واحد الشروط. نعم الشروط وافقتي عليهم ندخل؟ اي حاجه انا معاك فيها. كتبغيني زعما؟ انا بغيك. ياك تبغيني تت حتى انا كنبغيك. ياك وانت انا كنبغيك. يلا اول حاجه انا الراي. انا الشوار. الحكام حكامي. ايه شكون انا؟ دنيا. شكون اللي غايشقى في الدار؟ حبيبه ديالي وانا. شنو كيفاش حبيبه ديالي وانا؟ هذا هو. لا شكون غايشقى في الدار؟ شكون غايخدم؟ انا. انا موافق ضروري حتى الحب ديالي. دابا ضروري موافق حتى الحب ديالي. شحال تعطيني في الصداق؟ مليون. ما كافيانيش؟ ولا ما كافيهاش. اللي بغيتي انا معاك. جوج. اللي بغيتي انا معاك. شحال قلت؟ زوج قلت. واللي قلتها؟ هي اللي كاينه. شكون انا؟ دنيا. الري؟ سوا. نمشيو؟ ندخلو؟ راه انا اللي نقول لك واش نمشي ولا لا، انا اللي كنقرر. علي بالك دابا، علي بالك. معطيني حشيش. ولا راه عليا ولا شي حاجه، علي بالك. المهم على وجه المحبه اللي بيناتنا انا قابله نتزوج بك. ياك يلا نمشي يلا. سنقول لك الشعور صراحه زوين بزاف مع الانسان اللي تنبغي ضروري راه بزاف كاع هذا ما قدرت نقول لك هذو شي بزاف داك الشيء في القلب كتبغيني تنبغيك بزاف واخا انا كنتحكم واخا انا كلشي واخا الريري والشواشواري واخا كلشي هذاك الشيء تيبقى حب بيناتنا وهادو اي حتى نبغيك فهمتيني بزاف يعني ما عندكش انت مشكل لا عادي ما عندكش مشكل باش كيقول لك الناس مراتك حاكمه فيك كي كتجيك لا هذه حتى داكشي تبقى تفاهم بيني وبينك فهمتيني يعني انا ما ساحر عليك ما والو لا ما كاين لا سحور لا والو داكشي تبقى حب بيناتنا انا وياك ياك انت تبغيني الدنيا كنموت عليك انا ياك هذاك الساعه تنبغوا بعضياتنا انا ما تنعرف لا نطيب لا نعجن ما كندير حتى شي حاجه عارفني ماما الله يرحمها ربتني بنت الفشوش اش غادي نديروا في هذا الشيء صافي ماشي مشكل عادي وشكون اللي غير طيب في الدار؟ جابوا الماكلة من برا. وانت ما تعجبكش الماكلة ديال الزنقة. واش غنديروا الحب ديالي ما هاد. يعني ما عندكش مشكل. هادي حبيبي. أنت موافق؟ موافق أدوني. أنا أنت بخاطرك بعدا باش توافق. وأنا علاش أنا علاش هاد الوريدة كاملة وما نوافقش؟ سي العدول أنا عندي واحد الشرط. كيف ما كيعرفوا الناس انا يتيمه وعندي حتى شي واحد الام ديالي ميته يعني عندي انا واحد الشرط خصني نضمن به المستقبل ديالي الدنيا والزمان هذا انا عندي واحد الشرط الا بغى يطلقني يحط لي 10 المليون هذا هو الشرط اللي انا باغي هو راه موافق موافق اسي باش الا باش الا ما كانش موافق بلاش انا شرطت عليه في الاول ما تنضحكش والله ما كنضحك هما راه عارفين الناس انا كيفاش عايشه وكيفاش انا وكيفاش وقع الام ديالي ما توليش تكره فيا انا مره اخرى ماشي حيت انا الري وانا شو انا كلشي لا الدنيا راه كدور سمعتي السي التابي استاذ سمعتي الشرط يعني الا كان هو موافق نسيني سمعتي هاد الشرط قبلو قلت هذا راه قلت له هادي مده خمسه ما لن شوف ماشي وقت الضحك دابا هضرت معاك على هاد الشرط قلتي لي انا موافق من حقك داكشي اللي داز عليا ماشي قليل قدام خالي قدام شوف تيفي قدام العدول غتكتب في الورقه غادي تكتب الا بغيتي تطلقني اولا تبغي تزوج عليا تعطيني 10 المليون والاملك اللي عندك تكتب عند معايا في النص هادشي اللي انا بغيت ماشي حيت انا الراري وانا رجله وانا ندير كلشي عليا انا وفي الاخر ملي ربي الجناح يقول لي جود باي لا متقبلهاش ودابا الهضره راه ما كاينه زعما انا مسخلها ما كاينش مسخلها راه ما كاين والو هذا اصلا في الناس اسمح لي شوف الدنيا الهضره ما كايناش هذو انا هضرت معاك من دابا كنتي موافق مرحبا نضرب معاك العقد ما موافقش داك 13000 ديال الصندوق نمشي نتكلف ونتسلف ونرد لهم فلوس ونرد الناس فلوسهم سدينا الموضوع احسن كنتي موافق
مرحبا باش يكتبها العدول، ما موافقش راه حلات امي متى ترجع في حالاتي. حقي بغيت ندمنه من حقي، هادشي قلتي لي انت من حقك. ودي بماني انا غنهرب عليك ولا انت غتهرب علينا، صافي نضربو حنا مفتوج ونهناو الوقت. لا صافي حنا مرتاحين. لا وراه يلا السؤال الاول يلا ما تعانسش معايا، انا نتعاند معاك انا وياك، انت ما تهربيش وانا ما نهربوش، صافي حنا تهربنا الموت. غتقول اه نكمل معاك، ما غتقولش اه غنرجع في حالاتي. هي زعما لمسات على شي واحد اخر ولا هذيك الحساب ولا لا خلينا انت نهضر صافي. ولكن فاش تقول تعطيني راه ودابا توصل عند حساب تقول لي لا احسن ما تقبلهاش منك. انا من غنهرب عليها والله ما نهرب عليها. واش قامت تعطيها 10 المليون كتعويض؟ لا هضر ما كنهضرش معاك بايه، كنهضر معاك بفمي. صافي شنو هي صافي؟ قابل ياش؟ قابلت شنو تعطيها شحال تعطيها؟ 9 مليون قالت هي حالات حالات ياش؟ طلاق حالات إلا مشيتي تطلقها أنت ولي تزوج عليا. شرط اللي شرطت عليك الزوجة نتاعك ووافقتي عليه عاد دابا قدام الملا وقدام الأستاذ وقدام واش موافقة على 10 المليون اللي قيدنا هنايا على أن في حالة القيام ديالك إجراء الطلاق باش تطلقها أنت المحكمة فهمتيني؟ تعطيها 10 ديال المليون. نعم هي 100,000 درهم قابلها ولا ما قابلهاش؟ قابلها. قابلها لا لا؟ انا قابل. هاكم بخير هاكا وقع لي هنا سي. وقع لي هنا. هنايا؟ يلا وقع لي هنا الله يعطيك الصحة. الاسم والنسب والتوقيع ديالك والله يكمل بخير. صراحة خصت المرأة تكون حارة وتكون حادقة وفي الليفلة وتشد كواري رجلها الارض قسما بالله ما زيرت مع الصمطه تيخرج رجليه الشواري. وهنا ها نتوما كنا تشاسي احساس ولا ما كاينش؟ ايه